حاسب يعني لا تقع. تخافي عليا ولا ايه؟ اتأخرت ليه عليا امبارح؟ قلقتني عليك. بجد؟ بجد ايه؟ بجد قلقتي عليا؟ أكيد قلقت عليك يعني. رايح تقتحم بيت واحد مقتول وأنا اللي مدياك العنوان. أيوة بس لو كانوا هيشنقوني ما كنتش هجيب سيرتك في التحقيق. بعد الشر عليك مفيش مشكلة. عارفة نفسي في إيه؟ نفسي أطمن على خطيبتك. واخدك واخدها في مركب زي دول. المركب دي بقى تفضل ماشية بينا ماشية بينا مش مهم رايحة فين. بس المهم إنها تمشي. تضحكي؟ عارف انت بتتكلم زي مين؟ زي بتوع الافلام. عارف مين برضه عنده حكايه زي بتوع الافلام كده؟ ستي لازم اخلي في احلامي تاني. بس انا كمان اعرف واحد عنده حكايه زي بتاع الافلام. مين؟ اسمه علي صلاح عبد الله. ده واحد راح يدور على اخته في اسوان. وهناك بقى قابل احلى واطيب واجمل واحده في الدنيا. مع انه كان عارف ان نجوم السماء قربت. ان في بينه وبينها الف حاجز. ما قدرش يبعد عنها. وكل ما كان بيحاول كل ده ما كانش قد ايه اكتر. تعرف انا اتفرجت على الفيلم. اقول لك بيخلص ازاي؟ يا ريت. بيروح لها وبيعترف لها. وبتقول له ان هي كمان بتحبه. من غير ما تعرف انت ولا ازاي.